هذا المؤتمر، هي أهم النقاط اللي تركزوا عليها في الموضوع هذا. حقيقة التحديات اللي تواجه التراث العربي تحديات كبيرة تتطلب تضافر وجهود الجميع، وهذه التحديات تتطلب إشراك المجتمعات المدنية بإضافة للسياسات الحكومية والسياسات المنظمة في إطار المنظمات والهيئات الحكومية والوزارات. إشراك المجتمع المدني يعتبر إضافة جديدة من أجل الرفع من مستوى هذا التراث والمحافظة عليه في ظل التحديات التي تواجهه في هذه المرحلة. شكرا سيدي. سي محمد، تحكي لنا على مشاركتك اليوم واشرافك على هذا المؤتمر، قيمته بالنسبه لتونس بالذات. تسلم تونس اليوم الدوله الحاليه. تسلم تونس اليوم رئاسه هذا المؤتمر 24 للتراث والحضاره، وهذا مهم بالنسبه لنا لانه في نطاق شراكه اولا مع المنظمه العربيه في البحث العلوم، وكذلك التزام تونس يعني بهذا الغرض الاساسي اللي هو حمايه التراث وتثمينه من منطلق طبعا المجتمع المدني والجمعيات الثقافيه بصفه عامه التي لها اهتمام بكل تتعلق بالتراث، بتنمية التراث المادي وغير المادي، والحضارة وكل ما يتعلق بمسائل الذاكرة الإنسانية. احنا ربطنا هذا طبعا مع أولا تعزيز الشخصية الوطنية وهذا مهم جدا، ثم العمل على أنه يكون هذا له انعكاس في مستوى الاقتصاد والتنمية المستدامة والتنمية البشرية بصفة عامة. ولهذا فما جانب مهم جدا لأنه هو جانب الحضارة وقيم الحضارة وتربية الحضارية والتربية الثقافية لدى الأجيال المتعاقبة وضرورة الدفاع عن هذا المعنى، ثم الانعكاس خاصة في مستوى الاقتصاد الثقافي الرقمي والتراثي الذي نحتاجه اليوم لتثمين هذا التراث للتعريف به أكثر فأكثر. وتعرف اليوم يعني الثقافة هي حقيقة في لب الجغرافيا السياسة وفي لب العلاقات الدولية، وكل ما يتعلق بالدين أو كل ما يتعلق اليوم يعني بالقضايا التي تخص يعني العادات والتقاليد، قضايا الديمقراطية، قضايا التشاركية المواطنية، كلها علاقات سياسية، ولكن هي حقيقة علاقات كذلك ثقافية ومآرب ثقافية وعلاقات دولية تنبني أساسا على هذا الموضوع. ولهذا قد ما نعتنيه بتراثنا، قد ما نعتنيه بثقافتنا، قد ما نعتنيه كذلك بأهمية العمل على أن تكون هذه القيم وهذه المبادئ وهذه المعارف يعني مهمة جدا بالنسبة للشباب وبالنسبة للأطفال ثم الشباب، لأن هذا سيمثل شيئا فشيئا من الوعي الجمعي، من الوعي السياسي، من الوعي المواطني شيئا فشيئا في مستوى التقرير المصير والتقرير كذلك هذه الحياة السياسية المشتركة والجمعية. سي محمد، المجتمع المدني في هذه هو مهم المجتمع المدني، واحنا في حقيقة وزارة الشؤون الثقافية لنا علاقات عديدة وعديدة جدا، ووزارة الشؤون الثقافية تسند هذا المجتمع المدني في علاقته بالتراث، علاقته بالآثار، علاقته كذلك بالحضاره بصفه عامه وثقافه، يعني ثقافه ادب كذا بصفه عامه. لهذا علاقتنا قائمه يعني اما في مستوى الجمعيات التي لها اهتمام بالتراث المادي او غير المادي، ولكن احنا نقول في مستوى نقولها بكل صراحه الملفات التي يعني نتقدم بها الى اليونسكو راهي مسؤوليه منهجيه، مسؤوليه علميه، مسؤوليه كذلك يعني ما نجموش احنا نتقدموا في ملفات الا مع تركيز على بعض المحاذير المهمه في مستوى إيداعها. ولهذا هي شراكة بناءة، شراكة قائمة ولكن بمحاذير وباشتراك حقيقي بيننا وبين الجمعيات لكي نأخذ بنظر الاعتبار يعني هذه الاعتبارات العلمية والمنهجية الضرورية قبل تقديم الملف ولإيصال هذا الملف إن شاء الله إلى النجاح وإلى ما يمكن أن يكون يعني من تثمين حقيقي لتراثنا. سي محمد، بالنسبة لوضعية الدواوين السوسة اللي مازالت ما تحلتش وما رجعتش تخدم إلى حد اليوم، يعني فما حديث عن أهمية الاعتمادات المرصودة، هل كافية غير كافية؟ شنو الإشكال اللي منع من دون يعني استئناف فتح دواوين السوسة أمام السياح وأمام المواطنين التونسيين؟ عملنا دراسات في الموضوع هذا مع المعهد الوطني للتراث، ولكن ادت هذه الدراسات الى تضارب في المواقف. فما شكون يقول لك لا نجموا احنا نستغلوا، فما شكون يقول لك لا راهو من الصعب جدا ان نعيد فتح يعني هذه الدواميس. ولهذا احنا ان شاء الله في 2020 سيقع هذا، والاعتمادات خصصت وكما تعرفوا انتم 1% من ميزانيه الدوله ان شاء الله ستخصص للثقافه بما تمكنها من الاهتمام حقيقه ومن الانجاز خاصه في قطاع الثقافه والتراث. شكرا سيدي.